قالت السيده هذا وارد وبحال هاد القضيه راه ربحت في المجلس الاعلى الناس اخرين شي ناس اخرين بحال القالي ديالي ربحها. بس انا ما ديتش معاهم معود وما قالوا نسيروا لك بريطمه. انا خوتي المغاربه كنت نسكن انا في الفيلا، انا هو اللي مقابل با وانا هو المرضي معاه، انا هو العكاز ديالو، انا هو العزيز في خوتي كاملين. خوتي تيغيروا مني متيحملونيش، تيقولوا لي انا غير حرامي ولد الزنقه حسن كون حرامي. حنا الناس الصرفاء وانا السريف من الام، انا ولد مولاي بسعيب رداد السريف، حنا صرفه مجاديب. رباني با وقت مع مرت با وكان زواج وطلق زوج طلق السحر والسعواده. ها خدامه تقول لي هذيك هي امك، هذيك ماشي امي، كانت خدامه عندنا ما بقاتش، وانا كنت معايش مع با ومع مرت با. هذا انا فطرت في حاله مدنيه، صور الحاله المدنيه، هذه حاله مدنيه وهذه ورقه ازديال. با عنده الفيلا في الوادبات مورانا الوئام، الفيلا سويه منيار، وعندنا قهوة صغيرة مارسيت الجميعة راه مكرية 110,000 ريال. أنا اللي كنت ناخد الدوسي اللي كنبقى في الحياة وندير المصاريف، نتقدى الخضرة، نخلص الضريبة، الماء والضو، أنا اللي مكلف أنا مرضي. علاش تندير هذا نفسي؟ ريحت خوتي كل واحد عنده السكن ديالو. أنا أختي عندها السكن ديال الفيلا وراجلها ساف ديال المطار من سد لانتر 2005، خويا ساكن في جديدة سارع الزبران، عنده بارطمان وعنده السناك ديال الحوت وخدام في طاكسي. هو اللي كنت نحضر معاه في المحكمه وتيضحك عليا وتيقلي لي السمن، قال لي ما عندك ما تصورها ما عندك حتى حاجه. وعندي اختي كبيره ساكنه في دار السلطان في كريكوان، هما داروا الاراثه، جابوا الهوندا عامره سهود 12 الليل جاتني الخبار، جابوا العدول قيدهم داروا التزوير وانا ما حاضرش حتى سقط الخبار 12 الليل. شو تكلفهم؟ تكلفهم راجل اختي اللي في السف ديال المطار، جاب صاحبه وراجل اختي حتى هو ساهد ضدي، وجاب صاحبه تاو من الخدمه تساوى سد ضدي، داروني انا ماشي ولدهم، انا غير مربي وما دخلونيش في الاراثه، وما داروا اراثه ما دارونيش معاهم. صاحب با صاف الظروف ديالي، صاف تنعس الزنقه في الطوبيلات، تنبيع كنينيك، تنطلب حدا الجامع غير ساعه قبل ما نسير الصبابط. ها تبدلات وتعاونوني الناس ولا الدريبه تنقى فيهم. ها خلينا نسيك الهضره. المحامي صاحب با داني عند المحامي صاف الوراق ديالي، قال هذا السيد هذا وارد وبحال هاد القضيه راه ربحت في المجلس الاعلى الناس اخرين، شي ناس اخرين بحال القالي ديالي ربحها. وصافا قال لي ودي هاد السيده ما عندوش، وراه تيطلب على الجامع وتينعز الزنقه وتيضرب كنينيك، قال لي ما كاين حتى مشكل. صافا الوراق قال لي المحامي ديالي دار اراثه، جمعت ولاد الدريبه، ولاد دربنا كابرين معايا، سي ولاد دربنا كابرين معايا وعارفين التعامل مع با. وتقول لها عصام تنعم با سير وليدي المارشي جيب الدجاج جيب الخضره، ايوا خبا سير جيب هادي اودي وما تعطلش عليا بس ديني للدار. واخا با الخدمه ديالي انا تنخرج با بحال هاد لقيتها مع ال 11 تنبرك انا في قهوه الكوثر، ولا ديري باش تقول لهم هذا ولدي هذا مرضي معايا انا الله يرضي عليه هذاك ولدي. هادشي باش تستهدو ولا الدرب تنتي ونجيبو كيفاش التعامل مع با، جيبو تستهدو ما حضرش الزياده وما عارف بقاقي الصغير تنتي با ونجيبو شي باش تستهدو القضيه التحقيق. درت انا الاراثه، ربحت القضية ربحت القضية في استدائية محكمة أسرة في استدائية. طعنت في الإراثة ديالهم، إراثة أخرى، لا درت إراثة ديالي سدولي ولا درت عند العدول عطيتها المحامي حسومة وقول هذا مقابل بانا وهذا حسومة ورا خونا. دابا علاش خويا دابا المشاكل؟ بس انا ما نديتش معاهم معود وما قالوا نسيروا لك بريطمه، قالوا يا خوتك با مربيك وتمناك هاكين هاكين هاكين، ولا زرتي واحد السيديه هاكين هاكين السيديه. رحت انا درت واحد الغلطه، هذيك خدامه سكن على الظروف ديالها، درت واحد السيديه نطلب عليها الكرا للمحسيني باش تعاون معاها نخلص عليها الكرا، مسكينه ساكنه كاريه بقات فيها هي اللي مربياني. ومسجلتها يا ربي بحال قلت لهم هذيك امي، انا قلت لهم انايا هذيك امي هاكين هاكين. ومنين حتى في انترنت السيبير استغلوا هذيك الهضره ديالي داو القاضي التحقيق، ومن تما طلبوا الخبره تيقولوا هذاك ماشي خونا، هذاك ماشي خونا، انا غلطه درتها وهذيك اللي خدامه عندنا طلبت عليها باش الناس يخلصوا عليها الكرا ويتعاونوا معاها كيف كما رباتني انا نفرحها، درتها بحال الام ديالي. هما استغلوا هذاك الشيء
والقادات على داك على السيديه تيوخروا لي الملف، ودابا تيدوني قالوا لي غنسرو لك بريطمه، نسرو لك بريطمه ونفرسو لك ونطلبو لك بورتو في المكتب المقاومه، وانت من الربط عود ديالي. وثانيا جا عندي واحد السيد تنعرفو، جا صاحبو راه ساكن هنايا، باه تيسري الفيلا تيريبو تيرطمو بلاد، با معروف تي بلاد الامر تعطى في المجلس الاعلى، الخبره تدار مع الاب في القانون، كما داروا التزوير وزعموا ضدي غادي يديروا التزوير ضد التحاليل. ونهار با كان فيه زهايمر قالت لي مرت با اللي ما تحملنيش زاد عندي، قالت لي انا نعطي لك 20 مليون ورتي انت غير حرامي، وانا حالف نديعك الزناقي ونسطيك. عندها الحق، الزناقي ضاع تكرفصت، ولكن ما تسطيش، تنفسخ راسي تنزري على راسي. وكنت انا كنت انا واكل التوكال تقيته في 2015.